في حفل من هو على العليا محله الملازم مثل طراعي الحمية محفل في نجد صيته داع والله زفات يوم تخرج احتفات نجد العذية يا نجوم سيها تقافك واستهلا وقدح قدح بالبيوت الصرفية في حفل منه على العليا محلة الملازم مصر طراعي الحمية مرحبا مليون ترحب النهلة بضيوف وكل من شرف مجية حي من جا حفلنا واللي وصلة ارحبوا يا ضيوفنا والنار حية عالكرم والطيب وفنجال ودلة والمباخر فاحة طياب شذية هذا ابو محمد يرحب في محلة باسمه سوق التراحيب الوفية محفلك حلال وباسم الحفل واهلك ترحب من حاز المجد كله علق النجمة على كتفه بهية ضابط كل المراجل في سجله والشجاعة والطناخة والحمية معرب الجدين وساس العز أصلح هي جدنا أهل السيرة النقية معتزت بأخوانك ونعمنا والله في يمينك هم سيوف صير مية ألف مبروك بالشعر وبيات جزلة والتهاني جاتك يا مصلط هدية يا نجوم سيها تقافك واستهلة وقدح قدح بالبيوت الصرفية في حفل منه على العليا محلة الملازم مصلط راعي الحمية محفل في نجد صيت داعي والله يوم تخرج احتفل نجد العذية مرحبا مليون ترحب النهلة بضيوف وكل من شرف مجية حي من جا حفلنا واللي وصلة ارحبوا يا ضيوفنا والنار حية عالكرم والطيب وفنجال ودلة والمباخر فاحة طياب شذية هذا ابو محمد يرحب في محلة باسمه سوق التراحيب الوفية محفلك حلال وباسم الحفل واهلك ترحب من معزة ومقدرية لازم نخرج حاز المجد كله علق النجمة على كتفه بهية ضابط كل المراجل في سجله والشجاعة والطناخة والحمية معرب الجدين وساس العز أصلح هي جدنا أهل السيرة النقية لاعتزت بأخوانك ونعمنا والله في يمينك هم سيوف صير مية ألف مبروك بالشعر وبيات جزلة والتهاني جاتك يا مصلط هدية يا نجوم سيها تقافك واستهلة وقدح قدح بالبيوت الصرفية في حفل منه على العليا محلة الملازم مصلط راعي الحمية محفل في نجد صيت داعي والله يوم تخرج احتفل نجد العذية مرحبا مليون ترحب النهلة بضيوف وكل من شرف مجية حي من جا حفلنا واللي وصلة ارحبوا يا ضيوفنا والنار حية عالكرم والطيب وفنجال ودلة والمباخر فاحة طياب شذية هذا ابو محمد يرحب في محلة باسمه سوق التراحيب الوفية محفلك حلال وباسم الحفل واهلك ترحب من معزة ومقدرية لازم نخرج حاز المجد كله علق النجمة على كتفه بهية ضابط كل المراجل في سجله والشجاعة والطناخة والحمية معرب الجدين وساس العز أصلح هي جدنا أهل السيرة النقية معتزت بأخوانك ونعمنا والله في يمينك هم سيوف صير مية ألف مبروك بالشعر وبيات جزلة والتهاني جاتك يا مصلط هدية 2193235 تم التسجيل والمكساج في استوديوهات رني.